حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية مع فقرة بالخط العريض، ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الوطن التي عنونت: بيدرسون أكد للوطن أن جولة الدستورية السابعة في وقت ما في آذار المقبل، المقداد الإجراءات القسرية المفروضة على البلاد سبب أساسي لمعاناة السوريين. كذلك عنونت: روسيا أنهت مناوراتها في القرم، وواشنطن أبدت استعدادها للتعاون الدبلوماسي، لافروف: الهستيريا المتواصلة في الغرب مسلية ومثيرة للدهشة. أما عربيا اخترنا لكم البناء اللبنانية التي عنونت اليوم: نصر الله يصيب رأس واشنطن وتل أبيب بالصداع بثلاثية التحويل والتصنيع والتفعيل، المقاومة حولت آلاف الصواريخ إلى دقيقة وتصنع الطائرات المسيرة. كذلك كتبت: المبعوث الأممي إلى اليمن، استهداف التحالف لسجن صعدة هو الأسوأ، وسنطلق مشاورات سياسية. ومن البناء إلى الشروق التونسية التي عنونت اليوم: الرئيس الجزائري، العلاقات مع فرنسا تشهد انفراجا، ولمجابهة الضغوط الخارجية أي أوراق يمتلكها الرئيس التونسي قيس سعيد. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست: إلى أي مدى ستساعد الصين روسيا في أوكرانيا، وماذا عن مصالح في الغرب؟ ذا نيويورك تايمز عنونت لليوم: دراسة لتعليق ضريبة البنزين في أمريكا. الجارديان كان عنوانها العريض: كيف تمول الأموال الأجنبية التطرف اليميني في كندا. وأخيرا لموند الفرنسية: فرنسا تبحث مع شركائها الانسحاب العسكري من مالي وإعادة الانتشار في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم: فاتي يسعى للعودة من بوابة ريال مدريد، وروبرتو خارج برشلونة الموسم المقبل. كوريالي ديلو سبورت كتبت لليوم: بيلوتي يرفض الرحيل لإنجلترا، وجوفونتوس مهتم بالتعاقد مع نجم روما. إرهاب أمريكي عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيه: إلى أين تريد الولايات المتحدة أن تصل بحماقتها الميدانية والسياسية والإرهابية المقنعة بلبوس الإنسانية وممارساتها الاحتلالية وغير الشرعية وغير القانونية حيال الدولة السورية؟ وهل بقي شيء من الدونية الأخلاقية لم تمارسه بعد بحق الشعب السوري؟ مجرم حرب، هذا أقل ما يمكن أن نصف به المحتل الأمريكي، مجرم بانتظار صحوة ضمير أممية وانتفاضة عالمية تعريه وتحاسبه وتعاقبه على ما ارتكبه من موبقات بحق السوريين وكل شعوب المنطقة والعالم. لذلك وبناء على ما سبق، لا نستغرب على الإطلاق ما ذكرته موسكو من أن واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية متطرفة نائمة في سوريا لتنفيذ هجمات ضد الجيش العربي السوري والعسكريين الروس والإيرانيين. فمن جند الإرهابيين والمرتزقة والعملاء الانفصاليين واستخدمهم لضرب الدولة السورية، ومن أمن الغطاء الجوي لإنقاذ إرهابي داعش ونقلهم بحواماته العسكرية إلى قواعده غير الشرعية، ومن تدخل عبر العدوان المباشر على الأرض السورية لإطالة أمد الأزمة وتدمير البنى التحتية للسوريين، ليس ببعيد عنه أن يقوم بهذا العمل الإرهابي الشنيع. وفي فقرة صحافة العدو، قالت صحيفة هارتس الصهيونية إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها كي لا تجد نفسها في الوسط بين الغرب وأوكرانيا من جهة والروس من جهة أخرى. وبحسب الصحيفة الصهيونية، هناك رغبة من كييف بأن تزودها إسرائيل بمنظومة القبة الحديدية، وكان يمكن لهذا التزود أن يضع إسرائيل في وضع أزمة شديدة للغاية حيال موسكو في ذروة هذه الأيام، لذلك لم تفعل.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان نشتري سلعا تفوق حاجاتنا، العلم يفسر الظاهرة المثيرة. وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم، نشر موقع تويتر دراسة حديثة في علم النفس السلوكي تبين أن البشر لا يتصرفون دائما بعقلانية، والكثير من المستهلكين الذين يشترون السلع الكمالية ليسوا في وضع مالي يسمح لهم بشراء تلك السلع، والدليل على ذلك المعدلات المرتفعة لديون المستهلكين والتي يعانون منها. وتقول هذه الدراسات إن هناك سببين رئيسيين يدفعان الناس إلى إنفاق أموال أكثر مما يحتاجون إليه. الأول لأنهم يريدون أن يشعروا بتحسن من خلال الاقتراب من المتعة، والثاني هو الابتعاد عن الألم. سيدة تركية تهدي زوجها جالون بنزين بعد أن أهداها قنينة زيت بمناسبة عيد الحب. عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله: عادة ما يتم إهداء الساعات والملابس والورود وغيرها بعيد الحب، لكن في تركيا خرجت المواطنة جولاي شمشاك عن المألوف وأهدت زوجها قنينة بنزين 5 لترات بظل ارتفاع أسعار المحروقات. المواطنة جولاي المقيمة بمدينة أرتفين قدمت لزوجها يشار مفاجأة أثناء اصطحابه لها لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بمناسبة عيد الحب، إذ إنها عقب الانتهاء من الطعام قدمت الزوجة جالونا مليئا بالبنزين إلى زوجها بهذه المناسبة. وقالت جولاي: زوجها أهداها العام الماضي قنينة زيت 5 لترات في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت أنذاك، وهو ما دفعها هذا العام إلى إهدائه زجاجة بنزين 5 لترات في ظل الارتفاع المتواصل في سعره، مضيفة: وبهذا سيتمكن من اصطحاب لوالدتي وقتما أشاء. إلى ريشتي. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. إلى اللقاء.